إذاعة قفصة عين على الحدث. التدخل العاجل من السلطة الليبية والتونسية يقرب. نحب نبلغ صوتنا للسلطة الليبية والكل من ينجم يعاوننا شوي. هما في حالة حتى الآخر مرة آخر خبر يجي معناها وزير الداخلية الليبي يقول هنا معناها تعرفنا على المكان نتاعهم عرفناهم شفناهم في ظرف 15 يوم يروحوا. ليش يروحوا؟ عطيني يقول لي انا حي ولا ميت وري لي السويرته عطيني تليفونه معناها خلي يكلم باباه يكلم امه كيفاش باش يروح؟ يروح داكوردو هاو حي وهاو باش يروح يخليه يكمل يكلمني نطمنوا عليا على الاقل. هما يعطونا معلومه صحيحه طفل وين نحبوا نشوفوا تصويرته نشوفوا نسمعوا صوته اهم حاجه يكلم امه يكلم باباه على الاقل وبعد تبقى الاجراءات. بابا وياني سايب ويطلق سراحة ولا قلونا ورنا مشوين علي ورنا جداه ورنا بابا حنان يرحم والديكم وكل يكسر خيركم راكم السلام ليبيين والتوانسة راهم خاوة يلقوا بعضهم في الزرة وفي الحرة حنان يكلمونا قلونا وين تبينهونا وين ويرحم والديكم وكسر خيركم. ماذا بينا الدولة التونسية تبذل مجهود أكثر وأقوى في سبيل حل وضعية تولينا 70 نهار نستنوا 70 نهار معناها حاسين كأن المسألة عمال والماشية تتعقد خاصة أنه الوعود المرفات الوزير الداخلية الليبي ذكر أنه شهرين معناها لقوا موقعهم لكن شهرين باش يخرجوهم شهرين هذا احنا ما طمناش بالعكس تخوفنا لخاطر لولا أنهم معناها تحت يديهم ولا في تصرفهم قادرين ينجمون في بضع أيامات. نرجو من الدولة التونسية مزيد إلى الموضوع الأهمية اللي يسحقها. إذاعة قفصة عين على الحدث.